نحن الآن داخل مدينة بنش ما جرى الآن وهو خرق جديد للخروقات الكثيرة التي قام بها قو... قامت بها قوات النظام والطيران الروسي قامت منذ قليل الطيران الروسي بغارتين جويتين متتاليتين على هذه المدينة أسفرت عن عدة شهداء وجرحى إضافة لي... لي كما نرى دمار كبير هذا الخرق هو ليس الخرق الأول للهدنة وإنما خروقات كثيرة لهذه الهدنة بعد قصف رام حمدان وتفتناز وأيضا إدلب المدينة ليقوم اليوم الطيران الروسي بقصف مدينة بنش الجيش عده شهداء وجرحى معنا الان الاستاذ ياسر عساف صباح يعطيك العافيه احكي لنا عن هذا الاستهداف الاستهداف طيران روسي صاروخ ما بدون علم احد نزل على البيت طبعا انا رحت على المشفى الميداني جبت اسماء عده مشافي وما تبقى ما نعمل لأن لانه الجثث ما بتحسب تعرف على اي جسي لانه كله اشلاء ما في ولا جسي تحس تعرف عليها أنه هاي لزيد زيد أو لا بيد طيب الأحصائي لحد الآن؟ الأحصائي لحد الآن على ما أعتقد تقريباً خمس شهداء وشي عشر جرحى هدول موزعين على مشفى سرائب وباب الهواء ومشفى الميداني في عدة شهداء وجرحى في خرق جديد للطيران الروسي وقوات النظام للهدنة المتفق عليها بقصفهم اليوم لمدينة بنش بغارتين جويتين متتاليتين كذلك قامت قوات النظام يوم امس بإلقاء عدة سلل ذخائر ومواد غذائية لبلدة الفوعة وهذا الأمر أيضا من يعتبر خرق لهذه الهدنة المتفق عليها ربما جيش الفتح كعادته يرد على هذه الخروقات ربما سيكون له رد عسكري في الاوقات القليله القادمه شارس ماق اورينت نيوز من مدينه بنش